السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد من القناة بتاع كله. النهاردة بإذن الله معانا فيديو جديد وفريد من نوعه على القناة، لأنه فيديو متعلق بصناعة الألعاب. أنا بقالي فترة كبيرة جدا ما بنزلش فيديوهات، طبعا ده نتيجة الفترة اللي قبل الجواز دي والتجهيزات، طبعا تجهيزات ما قبل الزواج دي أنتوا عارفين دايما بتبقى سهلة جدا، بس الحمد لله رجعت لكم تاني وبإذن الله ده أول فيديو بعد رجوعي الجواز. زي ما قلت لكم النهاردة الفيديو فريد من نوعه، لأن إحنا هنتكلم عن مجال صناعة الألعاب، هنتكلم عن أشهر الأخطاء التاريخية في عالم صناعة الألعاب، هنتكلم عن الأخطاء الحديثة، لأن إحنا طبعا مش هنقدر نحصر كل الأخطاء اللي اتعملت في مجال صناعة الألعاب من ساعة ما بدأ، بس لو عجبتكم السلسلة دي بإذن الله هنعمل منها فيديوهات كتير جدا. يلا بينا نبدأ الفيديو. رجعت لكم مره تانية، واول فيديو معانا واول خطا برمجي معانا هو في لعبه فول اوت 4. طبعا كلنا عارفين سلسله فول اوت، وهي سلسله ناجحه وشهيره، سلسله العاب معروفه جدا. طيب بكل بساطه احنا عارفين ان الكلاب هي كائنات بتحب لفت الانظار، ولكن اللي عمله الكلب في لعبه فول اوت 4 وفي الخطا التقني اللي احنا هنشوفه مع بعض دلوقتي هو لفت الانظار بشكل مبالغ فيه ومرعب جدا. يلا بينا نشوف الفيديو. would be taking on all of his care, and a baby needs a lot of it. Now, that confirms it. This isn't a random kidnapping. Whoever took your kid had an agenda. There's a lot of groups in the Commonwealth that take people. Raiders, super mutants, the gunners, and of course there's the Institute. طيب بعد ما شفنا الفيديو وشفنا العبط اللي حصل في الفيديو دوت، حد هيسالني يقول لي طب هو ده حصل نتيجه ايه؟ هقول له بكل بساطه ان المشكله دي بتتكرر دايما في الاخطاء التقنيه والاخطاء بتاعه الالعاب. هتلاقي معظم الاخطاء بتتلخص حوالين الفكره اللي انا هشرحها دلوقتي، ان بكل بساطه اي كيان او اي انتيتي او اي جيم اوبجكت جوه اللعبه هو عباره بيكون ليه خصائص وفيزيكس معينه تميزه زيه زي الانسان. ما ينفعش انا كانسان اجي اضرب الحيطه بالبوكس الاقي ده طلع عدت في الحيطه من الناحيه الثانيه، ده نتيجه ايه؟ نتيجه ان انا كانسان ليا فيزيكس طبعا بيحكمها الكتله والوزن بتاعي والابعاد بتاعت جسمي، وكذلك الحيطه ليها قوه رد فعل بترد عليا بيها. لو انا قدرت اكسر رد الفعل بتاع الحيطه ده هتعدي من جوه، لكن لو ما قدرتش اكسره طبعا ده مش هتعدي من جوه. فبكل بساطه في المشهد اللي حصل دون هو ان الكلب والترابيزه كله له كتلته وله ابعاده الهندسيه الخاصه، وكتلته دي طبعا بتعبر عن كونه ريجيد بادي. ريجيد بادي يعني كيان له كتله، كيان له كتلة طبعا كتلته دي بتأثر عليه لما بيصطدم مع شيء آخر. فببساطة شديدة لو الكلب ده جه معدي وماشي واحنا حاطين الترابيزة في طريقه، هل الكلب هيعدي في الترابيزة ولا الترابيزة هتمنعه من ان هو يعدي؟ هتمنعه من ان هو يعدي. طب ده نتيجة ايه؟ نتيجة ان الترابيزة دي لها كتلة ولها فيزيكس ولها حيز من الفراغ، فلما الكلب يهبط في الترابيزة يحصل الاصطدام. طبعا الاصطدام ده احنا عارفين من قوانين الفيزياء ان الاصطدام ده بيعتمد على سرعة وكتلة الاجسام المتصادمة. فبكل بساطة اللي حصل هنا ان المبرمجين خلقوا السين او المشهد بشكل متسارع بحيث ما لحقتش الموديولز بتاعت الفيزيكس ان هي تقرا، فاول ما ابتدت تقرا وتبدا تشتغل وتبدا تنفذ القوانين بتاعت الفيزياء بتاعتها كان الكلب اتزرع جوه الترابيزه. فطبعا لما اتزرع جوه الترابيزه والموديولز بتاعت الفيزيكس ابتدت تشتغل، فطبعا ابتدت تنفذ القوانين بتاعتها ان هي بتحاول تصطدم مع الكلب اللي لازق فيها. وطبعا لان الكلب زي ما احنا شفنا في الفيديو هو حوالين الترابيزه، فهو عمال بيصطدم بيها بس مش عارف يروح في حته ثانيه لان هي زنقاه جوه الترابيزه نفسها. فبكل بساطه اللي حصل ان التصادم دون عمال يحرك الكلب بشكل عشوائي في اماكن متفرقه، لحد ما في النهايه بشكل عشوائي ان الكلب خرج بره الترابيزه لكنه طلع فوقيها بنفس الانيميشن اللي هو كان عامله. طبعا الكلب كان عامل كده، فكان طبعا المشهد شكله بشع جدا. وانا احب انصح الشركه المصنعه لفول اوت خفوا الاخطاء دي شويه، عشان اللعبه بصراحه مش مستحمله اصلا اخطاء. تاني خطا تقني معانا هو في لعبه اساسن كريد. طبعا كلنا عارفين لعبه اساسن كريد الغنيه عن التعريف. طيب لعبه اساسن كريد مشهوره جدا بالاخطاء التقنيه والبرمجيه اللي موجوده فيها. شركه يوبي سوفت مش حرمانه من اي نوع من انواع الاخطاء البرمجيه، وبالمناسبه شركه يوبي سوفت دي هي الشركه المصممه للعبه اساسن كريد اللي ما يعرفش. المهم لعبة اساسن كريد سينديكيت هي اللعبة الاولانية والفريدة من نوعها في ان هي احداثها بتدور في عصر حديث نسبيا.
لان احنا عارفين ان معظم العاب او معظم سلسلة العاب اساسن كريد كانت بتدور قصتها في العصور القديمة. طيب الناس في القرن ال18 كانوا قرروا ان هم يحطوا قواعد وقوانين تحكم مرور وحركة الناس بالعربيات، وده شيء في حد ذاته يعني كان بداية القوانين والقواعد اللي احنا ماشيين عليها لحد دلوقتي في المرور. ولكن العربية اللي احنا نشوفها دلوقتي قررت تكسر كل القواعد والقوانين دي. يلا بينا نشوف الفيديو. طبعا اللي حصل في الفيديو ده هو ببساطة شديدة هو متشابه جدا مع اللي حصل مع الكلب، لان بكل بساطة العربية ليها كتلة ووزن بيتحكموا فيها، وكذلك البني ادم اللي راكب العربية دي له كتلة ووزن بتتحكم في الفيزيكس بتاعته، وكذلك الكاميرا اللي مربوطة بالعربية ليها المفروض فيزيكس خاصة بيها، مش هنقول ليها كتلة ووزن. طيب اللي حصل هنا ايه اللي خلاه يبقى مجنون كده؟ يعني مختلف قوي عن قصة الكلب، لا الدنيا بقت مجنونة وتلاقي الكاميرا عمالة بتتنطط وعربية ماشية مش شايفينها احنا اصلا. طيب اللي خلى ده يحصل هو ان في بارامترز او خواص زيادة موجودة جوه العربية خليت الموضوع يبقى مجنون اكتر. الخواص دي هي سرعة العربية وقدرتها على تغيير العجلة بتاعتها نتيجة الحركة، وطبعا ده بيحرك معاها الكاميرا واللي بدوره بيحرك معاها اللاعب. طبعا انا مش هعلق كتير على الخطأ التقني ده لان هو خطأ تقني غريب جدا المفروض ما يحصلش من شركة العاب كبيرة جدا زي يوبي سوفت، لكن احنا متعودين من يوبي سوفت على هذه النوعية من الاخطاء وقلقان منها كمان، وهنشوف سلسلة الفيديوهات الجاية لو عجبتكم الفيديو ده باذن الله. الخطأ التقني الفادح الثالث معانا في الفيديو ده هو خطأ تقني في لعبة مقربة جدا الى قلبي وهي لعبة بورتال 2. لعبة بورتال 2 احنا عارفين ان هي من تصميم شركة فالف، وشركة فالف دي احنا عارفين ان هي المصممة للعبة كلنا تقريبا لعبناها واحنا صغيرين وهي لعبة هاف لايف، وهي لعبة طبعا مسلية جدا كانت دايما كنا بنلعبها دايما في السايبر واحنا صغيرين، هي كانت لعبة شبيهة بميدل اكيد معظم الناس عارفينها، انا مش هقدر ارغي كتير في القصة دي. الخطأ اللي معانا محتاجين نفهم الفكرة بتاعت لعبة بورتال 2 عشان نقدر نفهم ونفسر الخطأ اللي حصل معانا في لعبة بورتال 2 النهاردة. طيب بورتال 2 ببساطة هي لعبة بتقوي الترابط الفكري ما بين مخك وما بين فكرة المكان عموما، لان هي معتمدة كليا على ان انت بتفتح بوابات ما بين نقطة ونقطة اخرى على اسطح مستوي. يعني انت في اللعبة عندك كل الانفايرومنت عبارة عن اسطح مستوية تقدر تفتح من بورتال من هنا لبورتال من هنا، بتفتح بورتال اولانية بلون احمر وبورتال تانية بلون ازرق، وان انت لما تنتقل من اي بورتال منهم بتوديك للنقطة التانية على طول او البوابة التانية على طول بشكل لحظي او بشكل اني، يا دوبك بتخش هنا بتلاقي نفسك الناحيه الثانيه على طول. اللي احنا هنشوفه في الفيديو ده هو انتقال ما بين البوابات لكنه بشكل غريب جدا وشكل مضحك جدا وبشكل هيخليك نوعا ما تخاف. يلا بينا نشوف الفيديو.
طيب شفنا الفيديو مع بعض وشفنا ازاي حصل ان اللاعب اتعلق ما بين البورتالين. بكل بساطة الخطأ التقني هنا هو ان المبرمجين ما دمجوش او ما حطوش كونديشن ان دايما البورتال او البوابة تكون لازقة في السطح اللي انت هتخلق عليه هذه البوابة، ولذلك اللاعب استغل فكرة ان في سطح بيتحرك والسطح ده لما بيتحرك بيلتقي بسطح اخر، فحصل ان هو فتح بوابة في السطح اللي بيتحرك فوق دون وفتح بوابة في السطح اللي بيتحرك تحته، اول ما انتقوا البوابتين بشكل يعني في خطأ تقني غريب البوابتين لازقوا على بعض، فاصبح نقطة دخولك هي نفس نقطة دخولك تقريبا، فاصبح ان اللاعب احتجز ما بين النقطتين دول، عمال بيخش من هنا يطلع من هنا يخش بيطلع من هنا لحد ما حصل خطأ خلانا بنبدأ بنشوف انفاينايت باترنز او باترنز او خلانا نقول تكستشرز، مش عارف معناها بالعربي بصراحة يعني، او اشكال مرسومة بشكل لا نهائي، خلتنا دخلنا كده في جو مرعب مع المزيكا، خلت الموضوع غريب. ما تعملوش الاخطاء دي تاني يا فالف. يا فالف طبعا احنا عارفين ان فالف شغاله دلوقتي او مفروض ان هي خلاص اصدرت اخر جزء من اجزاء هاف لايف، فانا مش عارف ايه لازم اللي انا بقوله دون، بس يلا بينا نكمل الخطا اللي بعده. الخطا التقني الفادح الاخير معانا هو في لعبه كونت الكثير والكثير فعلا من طفولتنا وكل الناس اكيد عارفاها، هي لعبه جي تي اي او لعبه جاتا. طبعا هي اللعبه ما اسمهاش جاتا يعني تواتر الاسم دون، ولكن اللعبه اسمها جي تي اي. طبعا مش هقعد اهرف في الموضوع ده كتير لان الناس كتير هرت فيه. الموضوع ببساطه ان احنا دلوقتي هنشوف فيديو هيخليك تخاف جدا وتقلق جدا، ويعني يلا بنشوف. بعد ما شفنا الفيديو طبعا يعني اكيد الكثير مننا يعني ابتدى يتخاف في الفيديو في بداية الفيديو، ولكن في الاخر طبعا قاعد يضحك زي حالاتي كده. طيب انا بالنسبة لي في الفيديو ده وانا اول ما اتفرجت على الفيديو يعني كنت متوقع ان الطيارة هتقوم خبطة في الازاز مكسرة وخبطة في اللاعب ويحصل انفجار جميل جدا يرضي الذات السادية اللي جوه كل اي شخص فينا وهو بيلعب اللعبة دي. يعني اكيد طبعا كلنا واحنا بنلعب اللعبة دي جبنا بزوكة وقعدنا نموت في الناس وبنستمتع باشكال الانفجارات والتفجيرات والناس وهي بنذبحها بالسيوف كده، حاجة يعني حاجة مش عارف بترضي الذات اللي مش كويسه عندنا. لكن اللي حصل في الفيديو شيء غريب جدا، ان الطياره خبطت في الازاز ووقعت وانفجرت الازاز ما اتكسرش اصلا. طبعا الخطا ده تفسيره بكل بساطه هي فكره الكوليجن او التصادم، ان انت عشان يحصل تصادم ما بين اي جسمين موجودين. تعال ناخد مثال عشان ما اقعدش ارغي كتير، مش هشرح فيزياء كتير بس يعني ايه الموضوع ببساطه. انت عندك كورتين ازاز، كورتين الازاز دول جيت حركتهم بحنيه تجاه بعض هيحصل ان هما يصطدموا ببعض بدون ان ينكسروا، ولكن كل كوره هتروح في اتجاه او يعني هيروحوا في اتجاهات عشوائيه. لكن لو انت قدرت بقوه كافيه ان انت تخبط الكورتين في بعض هيحصل ان واحده منهم او الاثنين ممكن يعملوا كده، ان واحده منهم تكسر الثانيه او الاثنين ممكن ينكسروا. طب اللي حصل هنا لو انت عندك كوره قويه منهم يعني كوره في تصنيعها اقوى منهم هتخبط الكوره الثانيه وتنكسر وتعدي فيها اللي خلاها ما تتصادمش معاها. ان قوه التصادم او قوه رد الفعل الناتجه عن هذه الكوره ما كانتش التصادم ده ما كانتش كافيه ان تكسر الكوره الاولانيه. فبكل بساطة اللي بيتحكم في الموضوع ده كله هو المبرمج او مطور اللعبة. هنا مطور اللعبة محطش في دماغه ان الطيارة اللي طايرة في الجو دي يعني هتنزل لأي سبب ما او لأي خطأ تقني ما او اي حاجة خبطت فيها ان هي هتنزل للمستوى ده وتضطر ان هي تخبط في اللاعب، وبالتالي محطش قوانين الكوليجن الكافية ان هي تخليها لما تخبط في الازاز تكسر الازاز، وبالتالي حصل ان الكوليجن ما كانش كافي ان هو يكسر الازاز والطياره تخش تنفجر جوه اللعب. طبعا خطا زي ده المفروض ما يتكررش طبعا او ما يظهرش في لعبه زي جي تو اي، يعني لعبه عظيمه وعريقه بكل ما تحمله كلمه من معنى، وكون زي ما قلت لكم جزء كبير من طفولتنا. وهيطلع لي واحد يقول لي يا عم ده الزجاج ده مضاد للرصاص، اقول له يا عم الحاج يعني الزجاج مضاد للرصاص مش مضاد للطائرات،
يعني بس كده، ده كان اخر خطأ معانا، واتمنى ان انا اكون عرفت ادي الفيديو ده بشكل مناسب، واتمنى تكونوا حبيتوا فكرة استعراضنا لهذه الاخطاء التقنية وشرحها تقنيا من خبرتي البسيطة في او الضئيلة في مجال صناعة الالعاب، واشوفكم باذن الله في فيديو جديد، وما تنسيش تقولي لي عجبتكم الفكرة بتاعت الفيديوهات دي عشان باذن الله نكمل فيها ولا لا. ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناة، وما تنسوش تفعلوا زرار الجرس عشان يوصلكم كل الفيديوهات الجديدة اللي بعملها. اشوفكم فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.